طب انا استاذنك، طيب يعني يكمل. يخلي يعني يديله جمله. طيب اتفضل اتفضل. يعني هو سياسه الخطف مش هنعملها كمان هنا؟ بغض النظر بغض النظر سياسه الخطف الاهلي. طيب نكمل. طيب عمر كمال بيفضل لعب الزمالك لثلاث اسباب. اولا المقابل المادي. هو في ارتياح مع بين مسؤولين الزمالك، وانا اعرف الوكيل اللي كلمه واتفق معاه، ويعني اتفقوا معاه على كل حاجه. يعني انت عايز تقول لي ان المقابل المادي المطروح من قبل نادي الزمالك اعلى من المقابل المادي المطروح من قبل نادي الاهلي؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، انا قلتها في حضرتك ثلاث اسباب. في ثلاث اسباب. قلت لحضرتك المقابل المادي هو في ارتياح. هو عنده رغبه يلعب في الزمالك لانه شايف ان فرصته في الزمالك افضل. شايف كمان ان ارتباط جمهور الزمالك بيه وتواصلهم معاه طول السنتين اللي فاتت. هو في رغبه كده في انه يلعب في الزمالك. في حاجه ثالثه هي ممكن تكون سبب، وجود زيزو. زيزو طبعا صديق شخصي لعمر كمال. وهو شايف انه لو تواجد مع الزمالك هيضمن مكان ليه اساسي في منتخب مصر. وصديق شخصي الفتوح. لا لاعب الاهلي جديد. لاعب الاهلي جديد. على حته موضوع الاهلي وجمهور. طب انا هفكره ان في ستوري كان نزل لعمر كمال من فتره. وشعار الاهلي جنبه في استاد السلام. ما هو ده انا اصل هو من احنا اتكلمنا في الغابات. لا هو حتى الستوري عنده. وهو رد على النادي الاهلي برضه ورجع قال ان انا عنده رغبه النادي الاهلي. طبعا كده 2-1 معلش. مشكله عمر كمال مع الاهلي بعد ما الاهلي اتفق ان الفيوتشر عشان يسيبه في يناير التبادليه. يعني الاهلي يعني وزي ما قال محمد ذكر ان الاهلي في ازمه ان مين اللي هيروح مع مكان عشان عاوزه في يناير. لو انت عاوزه في يناير انا ممكن كاهلي اتفق معاك في يناير للاهلي. ما هو مجهز. بس انا بكلمك ايه اللي موقف يعني فكره من صفقه عمر كمال في يوتشر مش عاوزه فلوس من الاهلي لان الفلوس هتبقى قليله اللي انت هتشتري ست شهور. لا الزمالك مجهز برضه صفقات تبادليه قد يكون من ضمنهم الزناري ومحمد صبحي. لا لا اللي هم بالفعل خرجوا من حسابات. طب دي معلومات ولا يعني ترجيحات؟ لا مش ترجيحات. اتجاه داخل الزمالك. الاهلي يعني هنا في اتجاه نادي في نادي احمد استاذ احمد عادل بيقول ان في اتجاه في نادي الزمالك بناء على معلومات ان هو عمر كمال في نادي الزمالك. محمد ذكر بيقول بناء على معلومات برضو ان فيوتشر اتفاوض مع الاهلي ان كان في ان طلبت كذا عشان الاهلي كان عاوزه في يناير. قال له طب ما تديني ثلاث لعيبه و7 مليون. ترجح انت كفه النادي الاهلي. لكن ما فيش الاهلي تفاوض مع اللاعب والنادي. انا بقول لك الاهلي هيخلص عمر كمال خاصه بعد ما الزمالك دخل بقوه في الصفقه. الاهلي هياخدها بيراميدز كمان في الصفقه برده يا جماعه. وبيراميدز من الاول بس. طيب على اي حاجه يا جماعه قصه هو الهوا موجود والفيديوهات موجوده. هنرجع مثلا في شهر يناير للموضوع ده. الاهلي كان ممكن يصبر على عمر كمال ياخده في نهايه الموسم فري. لما طلب فيتشر ان عاوزه في فتره يناير فيتشر حط ثلاث لعيبه واتقال له بالاسماء وبرقم مالي صغير. الاهلي قال لك طب ممكن اشتري بعيدا عن اللعيبه. بيراميدز فيتشر مش هتبيع لعيب ب 2 3 مليون لان في ست شهور قليل. ده مش قيمه عمر كمال بالنسبه لفوتشر. فبالنسبه لفوتشر الافضل ان انا اخد لعيبه من الاهلي او ان اللعيبه اسيبه معايا احاول اجدد له او يمشي في نهايه الموسم.